تفهم شخصية المشتري. المشتري البرغماتي، صارم وغير مسالم. المشترون العمليون يتفاوضون وكأنهم يقاتلون، فلا يشغلهم سوى الفوز. ويلاحظ أيضا أن هؤلاء يميلون إلى التشبث بموقف حتى لو لم يكن في مصلحتهم. حين تتعامل مع مشترين برغماتيين، لا تثقل عليهم بالمعلومات أو تقدم عرضا حماسيا بشكل مفرط أو مبالغ فيه، لأن ذلك لن يجدي معهم. الأفضل أن تكون سريعا وواقعيا، وأن تنتظر منهم قرارا سريعا سواء بالسلب أو بالإيجاب. المشتري المتوسط، صارم مسالم. المشترون المتوسطون والمنفتحون ودودون ومتفتحون، ويتخذون قراراتهم بسرعة بهدف التأثير على الآخرين وإلهامهم. وهم لا يتعاملون بحساسية أثناء التفاوض، ولكنهم لا يترددون في قول لا عند اللزوم. يتجاوب هؤلاء مع المقدمات الحماسية للموقف، وإذا شعروا بالإثارة إزاء شيء ما، فإنهم يفعلون كل ما في وسعهم لإثارة حماس الآخرين أيضا. تحدث عن اهتماماتهم العملية والشخصية، وتوقع منهم قرارات سريعة تتناسب مع مستوى حماسهم للمشروع. المشتري الودود، غير صارم مسالم. المشترون الودودون يقيمون حواجز بينهم وبين كل ما يزعجهم، بما في ذلك القرارات الصارمة. وهم يفضلون العمل في المؤسسات الكبيرة ليختبئوا تحت عباءة روتين المنظمة، إلا أن أسلوبهم المتراخي في التفاوض يقودهم إلى تغيير مواقفهم بسهولة، إلى درجة أنهم يقبلون تكبد خسائر أملا في أن يقدم الطرف الآخر تنازلات في المقابل. وعندما تتفاوض مع شخص من هذه الفئة، تعامل معه ببطء محاولا بناء الثقة بالتدريج، واحذر أن تضعه تحت ضغوط شديدة بغرض دفعه إلى اتخاذ قرار سريع، بل امنحه الوقت ليفكر في الأمر من كافة الزوايا ويتوصل للقرار الذي يطمئن له. المشتري التحليلي، غير صارم غير مسالم. يشعر التحليليون أن بإمكانهم إدارة أي موقف إذا توافرت المعلومات، فهم يقدرون قيمة الدقة والوقت، ومن المحتمل أن يفعلوا أي شيء للتأكد من سيادة النظام. وهم يتجاهلون العلاقات في المفاوضات وينأون بأنفسهم عن الشخصيات المشاركة فيها، مفضلين العمل بناء على الحقائق وحدها. وهم يتصفون بالجمود والتصلب لدرجة العناد أحيانا. تعامل معهم بدقة واحترم وقتهم، وقدم لهم الحقائق والأرقام، وكن مستعدا للتحدث عن كل التفاصيل الدقيقة المتصلة بمنتجك وعملياتك، ومحاولا أن تخلق جوا من الألفة والمودة بإشراكهم في حوار حول اهتماماتهم التي تشمل الهوايات الفنية ومدى دقتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات صعبة. تذكر أن أهم ما في التفاوض وعمليات إغلاق الصفقات هي عناصر الثقة المتبادلة والمصداقية والرغبة الصادقة في خدمة العميل وتحقيق الربح المتبادل للطرفين.